الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. فلما سمع يسوع أن يوحنا قد أسلم انتقل إلى الجليل وترك الناصرة وجاء فسكن في كفر ناحوم التي على شاطئ البحر في تخوم زبلون ونفتالي، ليتم ما قيل بيشعيا النبي القائل: أرض زبلون وأرض نفتالي طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله نور أشرق عليهم. ومنذ حينئذ ابتدى يسوع يكرز ويقول: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. وفيما هو يمشي على شاطئ البحر الجليل رأى أخوين شمعون الذي دعي الصفا واندراوس أخاه يلقيان شباكا في البحر لأنهما كانا صيادين. فقال لهما يسوع: أتبعاني فأجعلكما صيادي الناس. فللوقت تركا شباكهما وتبعاه. ولما جاز من هناك رأى أخوين آخرين يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه في سفينة مع أبيهما زبدي يصلحان شباكهما، فدعهما يسوع. أما هما فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاه. وكان يسوع يطوف في كل جليل ويعلم في مجامعهم، يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض ووجع في الشعب. فذاع خبره في جميع سوريا، فقدم إليه كل من به سوء من المصابين بالأمراض المختلفة والمعذبين والذين بهم شياطين والمعترين في رؤوس الأهلة والمخلعين فشفاهم. فتبعته جموع كثيرة من الجليل ومن عشرة المدن ومن أورشليم ومن اليهودية ومن عبر الأردن. والمجد لله دائما. أخوان خوات المباركين، في هذا الأحد المبارك اليوم اجينا إلى نص جديد من نصوص الإنجيل المقدس اللي هو نص متى الرسول. هي دعوة التلاميذ الأولين. اليوم نصنا هو الدعوة، قريثة، سورة قريثة يعني دعوة. يسوع يدعونا إلى العمل في الكرم، إلى العمل بين الشعب، إلى الخدمة. معناته هناك دعوات رهبانية اليوم لازم نصلي من أجلها، رهبانية كانت، راهبات رجالية أو نسائية، دعوات كهنوتية، دعوات مكرسين ومكرسات، في خدمة الكلمة، في خدمة في بيت الآب، في خدمة في جماعة، تقديم المساعدة. ليس أقصد فيها المساعدة المادية فقط، وإنما الروحية المعنوية، حضور الشخص مع شخص آخر محتاج إلى جانبه كثير مهم ودائما أركز عليها، الحياة الاجتماعية مع الشخص الآخر. يسوع أرجع وجود كثير من الناس في المجتمع اللي كانوا منبوذين. اليوم أخواني خواتي ما أريد أطيل عليكم بالنص، سبق وتكلمنا عن دعوة الرسل عندما صعد يسوع إلى الجبل ليصلي، فعند نزوله اختار لهم 12 تلميذا وسماهم رسلا. فإذا الدعوة احتاج يسوع إلى رسل يكملون رسالته، اختار 12 ودربهم كثير. بس أمرين هامين هي في رسالة خدمة يسوع الخلاصية. يشتركون معه في إعلان بشارة الملكوت، حمل الدعوة للكل، حمل الخلاص للكل. تقابل يسوع مع بطرس واندراوس مثل ما ذكرنا لما كان يسوع جالس تحت الشجرة، وأتى اندراوس وذهب اندراوس إلى أخيه بطرس وقال له: رأينا مسيا. فعندما جاء وراء المسيح فتكلم معهم، لكن لم يدعوهم في ذلك الوقت. هاي نشوفها في إنجيل يوحنا فصل 1:14-15. وآمنوا بيسوع المنتظر، لأنه ينتظرون، كانوا ينتظرون المسيح حسب النبوءات والبشارات اللي أتت في كتب الناموس والأنبياء اللي كانوا يبشرون ويكرزون بحضور أو بمجيء المسيح. فإذا كانوا سامعين من الكتب
أنه المسيحي المسيح قادم، وآمنوا بيسوع، وهي أن يتركوا الصيد، صيد السمك، ويتبعوا يسوع كي يصبحوا صيادي بشر. يتركون صيد السمك ويصبحون صيادي بشر. جذب يسوع هؤلاء التلاميذ له الأربعة، أول واحد بطرس وأخاه أندراوس ويعقوب وأخاه يوحنا، فجمعهم هذول الأربعة وصاروا أول أربعة يتبعون يسوع حسب إنجيل أو نص متى. اتخلوا على كل شيء، اتخلوا عن الحياة اللي كانوا يعيشوها، عن صيد السمك وكثير، وتخلوا عن الحياة العائلية، تخلوا عن حياة البيت، وتركوا أباهم بسرعة وذهبوا وتابعوا يسوع. سؤال يطرح نفسه أخواني خواتي المباركين، أنت بي أريد أنبه على كثير نقاط اليوم، هاي النص اليوم، لأنه مرات نشك في دعوتنا في رسالتنا. فيسوع اليوم بس مجرد كلمة سمعوا من يسوع، اتبعاني مباشرة، تبعوا يسوع وتركوا كل شيء مجرد سماعهم هاي الكلمة. نشوفها في فصل مثل ما قلنا في اليوم متى فصل 16، فصل 5-16 4-12-5-16. بس من جهة أخرى نشوف أنه قال يسوع من أحب أبا أو أما أكثر مني فما يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فما يستحقني. السؤال هنا في بداية النص هذه نشوفها في متى 19-27، نشوف هاي النص من أحب أبا أو أما ابنا أو ابنة فما يستحقني. إذا يسوع ما ترك، ما قال من ترك امرأتي أو زوجته، ومثل ما نعرف أنه أكثرية التلاميذ كانوا متزوجين، وحسب ما نعرف من خلال النصوص بأنه فقط يوحنا الحبيب اللي هو أصغر التلاميذ ما كان متزوج. فإذا سؤال غريب من بطرس، قال لي يسوع ها يا معلم تركنا كل شيء وتبعناك، تركنا كل شيء وتبعناك. بعدين نشوف في حياة الرسل وحياة يسوع المسيح الذي قبض على يسوع خانهم بطرس، نكروا بطرس، خانوا يهوذا، التلاميذ كلهم هربوا، بقى بس التلميذ الوحيد مع يسوع أنه هو يوحنا الحبيب، كان قريب كثير من يسوع وكان يمشي وراء يسوع. أسئلة تطرح نفسها اليوم أخواني خواتي المباركين عن الدعوة وثباتها وقوتها في المؤمن حتى يستجيب إلى نداء الرب، يستجيب إلى يسوع. فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم أنكم أنتم الذين اخترتموني وتبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على كرسي 12 سبطا من إسرائيل أصبعت إسرائيل، ومن ترك بيوتا أو أخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو أمرأة أو أولاد أو حقولا من أجل اسمي يأخذ منه 100 ضعف عن هذه الرسالة، عن هذه الدعوة، ويرث الحياة الأبدية، ولكن الكثيرون أولون ويكونون آخرين، وآخرين يكونون أولين. إذن علينا أن نعيش الفترة، أهم شيء نشوف الفترة اللي عاجوها هؤلاء التلاميذ لتبع يسوع. نشوف هاي الفترة لما سمعوا يسوع قال أتبعاني بسرعة تركوا كل شيء وذهبوا خلف يسوع. علينا أن نتوقع في يومنا هذا الحاضر، إذا واحد يدعونا تعال عندي شغلة معاك، راح يفتش الأجندة مالته، الحسابات مالته، المواعيد مالته، البرامج مالته، بعدين يقرر. هنا يسوع لما دعا بطرس واندراوس أول مرة في دعوة الرسل في إنجيل متى نشوفها، أول دعوة هي دعوة بطرس واندراوس، لما قال اتبعاني ترك كل شيء ورجعوا. يا ترى أخواني خواتي المباركين
بطرس وندراوس ألم يكن لهما عائلة؟ ألم يكن لهما أولاد؟ ألم يكن لهما أبا وأم؟ ألم يكن لهم أقارب؟ يتركون كل شيء في غفلة ما ويتبعون يسوع؟ سؤال محير يطرح ذاته. بس هنا مثل ما قلت علينا أن نعيش أو نرجع إلى ذلك الزمان ونرى التلاميذ كيف كانوا يعيشون، لأنه كل اليهودية أو الشعب اليهودي كانوا ينتظرون المسيح حتى شنو يحررهم من السلطة الرومانية، يحررهم من العذاب، من العبودية اللي كانوا يعيشوها التلاميذ أو الشعب في ذلك الزمان بسبب السلطة الرومانية اللي كانت مسيطرة في ذلك الزمان. علينا أن نعيش التيار السياسي اللي كان في ذلك الوقت، الاقتصادي، حالة المعيشة، حالة الاجتماعية كانوا يعيشوها. أو نقولها في مثل هذا اليوم، هم الرجال مثلا يكون عنده مشاكل بالبيت، يريد يطلع من هاي المشكلة، خلي أروح أجرب. ليش؟ لأنه كانوا متوقعين بأنه المسيح اللي منتظر اللي راح يجي سيف محارب قوي يحررهم من السلطة الرومانية. فلما شافوا وسامعين عن المسيح وسامعين عن يسوع أنه ها هيات يسوع، قال اتبعاني الروح. فإذا هذا الشخص كأنه ثوري، كان يريد يسوي ثورة. لهذا السبب تلاميذ لما تبعوا يسوع خلال فترة عيشهم مع يسوع لمدة 3 سنوات ما كانت دعوتهم ثابتة، ما كانت مترسخة في حياتهم، ما حسوها هذه الدعوة، ما عاشوها فعلا هذه الدعوة. صحيح تركوا كل شيء، أولاد الزبدة تركوا أبوهم دا يشتغل بالسفينة وراحوا تبعوا يسوع، الأب بقى صافا، وين تلاميذ؟ وين الأبناء؟ ليش راحوا؟ ليش تركوني؟ معناته إذا يعيشون حالة أنه بس يردون يطلعون من حالة معينة إلى حالة أخرى، عسى ولعله هاي الحالة تكون أحسن من هذه الحالة القديمة، الحالة الجديدة أحسن. فإذا الدعوة الرهبانية الكهنوتية لازم ندرسها، ما سهلة. إذا هذه الدعوات الله لما يدعونا إلى العمل في كرمه ما سهلة. الكهنوت ليس غطاء ليكون وحلقة وصل، لازم أكون حلقة وصل بين الشعب والمذبح. الكهنوت ما هو غطاء حتى أنا غطت كثير أشياء وعمل كثير أشياء بكيفي لأنه أنا كاهن، أنا دكتاتوري لازم الكل تسمعني. لا، الكاهن هو خادم. فإذن الدعوة يسوع يدعونا اليوم مثل ما قلنا وعيدها على طول، وزنات موجودة في حياتنا على رقابنا، لازم نأديها هاي الوزنة بكل أمانة، نحملها هاي الوزنة، نحمل يسوع لكم، نحمل يسوع في حياتنا الكهنوتية. صحيح نقارن حياتنا بحياة التلاميذ الأولين لما سمعوا يسوع قال اتبعوني وتبعوا يسوع بالسرعة الممكنة، لكن في الأخير عند صلب يسوع عند القبض على يسوع كل تلاميذ هربوا، بطرس نكروا، يهوذا خانوا. فإذا الدعوة مالتهم ما كانت ثابتة. أمتى ثبتت الدعوة؟ لما نالوا الروح القدس، اتذكروا كل حياة يسوع. ها هي أخواني خواتي، احنا ككهنة خدام للمذبح والشعب، صحيح نقدم ذبيحتنا، نقدم الذبيحة، نخسر جسد ودم المسيح كل يوم، إذا ما نقول كل أحد نقول كل يوم ده نكسر جسد ودم ربنا يسوع المسيح حتى نكون ذبيحة خلاص لأجلنا، ذبيحة خلاص للكل. نحمل نعمة يسوع، نحملها لكم. فلما هاي الدعوة الكهنوتية كثير مهمة، لازم نعيشها بحذافيرها، وإلا تكون غطاء أو ستر لأعمالنا السيئة. مع الأسف أعمالنا السيئة تكون وده نغطيها بكثير أشياء سلبية لأننا كهنة ونعمل كل شيء. فأتمنى منكم أخواني خواتي المباركين صلاة من أجل جميع الكهنة حتى يكونون أمناء في كهنوتهم، أمناء في خدمتهم، أمناء في توصيل أو خدمة الكلمة دائما. فإذا مرة ثانية الدعوة هي الولاء الكامل لدعوة يسوع، لقراءة يسوع أن لأنه دعانا إلى صيد بشر، ما صيد السمك. صيد السمك كانوا صيادي سمك، إنسان لما يكون يروح على صيد سمك شقد يحتاج له وقت حتى يصيد له سمكة واحدة؟ يحتاج كثير من الوقت.
ينتظر يصبر إلى أن ينال مبغاه مبتغاه، إلى أن ينال اللي يريده هو، حتى يصيد السمكة اللي هي كانت مصدر رزق وعيش للعائلة. اليوم هذا مصدر ورزق للعيش تركوا من أجل منه؟ من أجل يسوع. يسوع قال أجعلكم صيادي بشر، محتاجين هاي الصيدة، محتاجين هاي النعمة. ما دائما نروح نصيد البشر ونجيب، لا، يسوع اختار رسل له حتى يكملون رسالته، حتى هم يبشرون كل العالم. مثل ما قلنا احد الماضي انه يسوع راح الى نواحي سور وصيدا، ما دخل الدول الامميه او الوثنيه، ما دخل يسوعوني، لكن بكلمه منه وصل الخلاص للجميع. والتلاميذ انتشروا ووزعوا في اقطار المعموره كلها حتى يبشرون، بس بالصبر. وهذا الصبر يجي نعمه الروح القدس تكون معنا ومعكم دائما ومع التلاميذ. لازم نصبر حتى ننال النعمة اللي يريدها احنا او يريدها يطلبها يسوع من عندنا. اخواني خواتي المباركين، الحياة المسيحية هي دعوة الى ان يكون الانسان مستعدا للتضحية دائما بكل شيء من اجل المسيح. مثل هؤلاء التلاميذ ضحوا بكل شيء، بعائلاتهم، بحياتهم اليومية، بعيش رزق، يمكن كانوا هم مصدر الرزق الوحيد للبيت، تركوا هذا الشيء وسلموا أمرهم بكل ثقة وأمانة بإيدين الرب. وشو كانت ثبتت هذه؟ مثل ما قلت، ثبتت عندما نالوا نعمة الروح القدس. فذين الدعوة هي اتخذ الرسل الأربعة الأوائل، بطرس واندراوس يعقوب ويوحنا. طرقت الدعوة قلوبهم، تركوا كل شيء في سبيل الملكوت، ملكوت الله. ويتوجب علينا نحن أيضا أن نلبي دعوة الرب في حياتنا ونتبعه للعمل معه، مع يسوع، ونعمل على إنجاح مهمة الخلاص، خلاص البشرية اللي كان مثل ما بولس راح بيها، اللي طلبها من عندنا يسوع المسيح. القائل مارقولس ماذا قال؟ أني لا أستحي بالبشارة، فهي قدرة الله لخلاص كل مؤمن. هذه هي دعوة اليوم خواتي أخواني المباركين، رسالة مهمة. إحنا هي أن ككهنة، كرهبان، كمكرسين، كمكرسات، لازم نعرف رسالتنا. إيش نسوي بهذه الرسالة؟ ماخذين الكهنوت خدمة أمانة وصدق، أم ماخذين الكهنوت غطاء نعيش بينه حياتنا الاجتماعية السلبية؟ فاليوم صلاتي من أجل جميع الرهبان، الراهبات، المكرسين، المكرسات، من أجل أخواني الكهنة، الله يثبتهم بنعمة الكهنوت بحياتهم. وصلاتكم تكون معنا ومع الجميع، ونعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم. آمين. بالخشب رب السماء.
صلبوا أنام حقي، صلبوا بموت الدين، ولكن بالسبب أنا الفتحت عيون صاروا عن ربي دلوا يروحوا مطرح ما يكون أصوات الحق تعلو كل جرم إنه السب نهار اللي خياله شف قبل يشفيني وصرت أنا هو السبب